till I need new shoes. Yeah, yeah. I said, don't stop, don't stop, don't stop talking to me. Stop, don't stop, don't stop giving me things. نحن نساء لبنان وجميع الداعمين والداعمات للمساواة والعدالة سئمنا من قراءة أخبار قتل النساء والاعتداء عليهن وتعنيفهن واغتصابهن فيما أصواتنا نحن لا تلقى أذانا صاغية منذ سنوات. المسألة بسيطة جدا. إلى أعضاء المجلس النيابي نقول: نحن الأغلبية المقيمة في لبنان، نحن القوى الناخبة الأكبر، تريدون صوتنا في الانتخابات النيابية المقبلة؟ شرطنا واضح: أقروا مشروع حماية قانون حماية النساء من العنف الأسري مع التعديلات المطلوبة، وإلا سنحجب عنكم بصمتنا الزرقاء ونلونها بالأحمر، لون جراح النساء وألامهن. إلى كل الداعمين والداعمات لإقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري، لاقونا 3/1 نيسان، أي اليوم، لنبصم بالأحمر ونواكب جلسة الهيئة العامة بالاعتصام بساحة رياض الصلح ابتداء من الساعة 10:30 صباحا. صباح الخير مشاهدينا، اليوم الساعة 10:30 ناطرينكم بساحة رياض الصلح. هيدا منه تحريض أبدا، هيدا منه مؤامرة أبدا، إنما هيدا مطالبة بأكثر قانون بديهي، بأكثر حق بديهي للإنسان بعدم التعنيف. أنا هلأ رح بلش حلقتي، وإن شاء الله يكون هالنهار نهار فيه أكبر قرار للنساء بلبنان. تفضلوا معي. صباح الخير لكل مشاهدينا. صباح الخير رانيا. صباح الخير فادي. حبيت كثير المقدمه. شي مره شايفني معصبه هلا؟ لا مش القلب. انما بالفعل يعني ما قلنا قلب نقول صباح الخير لما بنتخيل قد ايه كل يوم بيكون في نساء عم تتعنف وعم تنقتل بهالطرق الشنيعه اللي عم نشوفها كثير مؤخرا. صح. فادي، ما في عدل هون، اكيد ما في عدل. وبدي اقول شغله فادي، هذا النداء مش للنساء بس، إنما الرجال أيضاً فيهم ينزلوا ويبصموا بالأحمر لحتى يوقفوا العنف ضد المرأة. 100% 100%. شو عنا اليوم فادي؟ عنا اليوم عنا أخبار هيك شوي منوعة مهضومة كتير. أول خبرية نحكي شوي عن سيستم نحن نعرف بالتصوير، في عنا عدة إذا بدنا فينا نقول ترايبودز للكاميرا، في كذا سيستم، في شيء على ترولي بيمشي، في شيء على راي، يعني عم نحكي على تريبيه، في شيء بينحمل فينا نقول كايند اوف ستدي كام لهدول الكاميرات البروفيشنالز. هلا للكاميرات اللي صغيره فينا نقول اكثر شيء اللي عم نستعملوها هلا اللي هي بين فينا نقول جو برو او حتى تليفونات السمارت فونز، عم يستعملوا كثير كاميراتهم، مشان هيك صاروا في اكسسوارز لهم خصوصي لنقدر نستعملهم بطريقه سهله. بين هالاكسسوارز عم نحكي عن لوف از جروف، مثل جروف ذات هالاسامي فادي اللي لوف كثير فكره مهضومه. هي فينا نقول كاونتر ويت كونتر بوا، بس عم نحمل ماسكي كاميرا فوق وتحت فيها هل تقال شوي، هي مزيج من حديد الومنيوم ونايلون السيستم، بس ليقدر يحمل الكاميرا وتكون بذات الوقت خفيفه، يعني منا كثير ثقيله على شخص عم يحملها بايد وحده. وهالكاميرا فينا نستعملها او فينا نصور فيها، عم نشوف الصوره بطريقه كثير حلوه، بطريقه ثابته اكثر، وعم نتنقل فيها بذات الوقت كمان مع شويه ثبات للكاميرا، ما عم نشوفها او ما عم نشوف الصوره بتهز كثير فيها نحن عم نتحرك. بس اكيد ما راح تكون ثابته قد ايده لشادي اللي بيلحقنا بالكاميرا، ما هيك شادي؟ ضروري كاميرا مان، ضروري شادي البرو. فهي فكرتها مثل ما كنت عم بقول لك، هن المان
طلعوا بالفكرة ولقوا أنه لحتى يقدروا يتغلبوا أو يسبقوا كل الأفكار اللي طلعت قبل بهالنطاق هيك شوي هيدا هيك محصور بس بهالكاميريات لقوا أنه فكرة هالتقيل من تحت هالكاونتر ويت هو الفكرة الأنسب ليقدروا يثبتوا الكاميرا ويقدروا يصوروا فيها بس أكيد وزنها ما رح يكون مزعج للحمل exactly. سهل كتير إذا لحصهم حمل الكاميرا يعني بإيده وبيصبيعه بس أول إصبعين عم بيقدر يتحكم فيها يعني عم بيعمل تلت up and down pan right and left بكل سهولة بس بإصبعين فكرة أكيد كتير مهضومة حتى وإن إذا بدك تاخدي lower shots فيك تقلبيها للكاميرا مثل كمان هون عم نشوف بيصير الوزن من فوق والكاميرا من تحت وبعدين أكيد بالأديتنج بترجع بتجلسي صورة يعني الناس اللي مش بروفيشنال ممكن يستعملوها فادي حيلا حدا فيه يستعملها ما في اي مشكله هون عم نحكي تقريبا شي $350 حق هيدي اكيد هي حقها مع فكرتها مع الوزن اللي فيها اذا انتقلنا لفكره هلا صار فينا اكثر شيء نستعملها لانه بلشت الصيفيه لكل الناس اللي عندهم جنينات او حتى عندهم مساحات بدهم يسقوها عاده بنصرف كثير مي وهلا عندنا مشكله مي هدول عاده اختصاصات الي لان بيعرف انه انا بزرع شوي فبينطر لحتى اجي ليعطيني اياهم هيدي احلى فكره عندك يا رح اخبرك عنها هي دروبلت هي بس فكره كثير ذكيه لتقدر توفري مي عم تقدر توفري تقريبا حوالي 90% من المي ريسايكلينج لكن لا رح خبرك شو الفكره هيدي فكره ذكيه اتس فيري سمارت لانه بتكون موصوله او على تليفونك او على تابلت هلا رح خبرك شو فيها او على حتى كمبيوتر وبطريقه كونكتد معهم يعني في سنسرز باول شيء بتفوتي لحالها ثرو ذا انترنت تشوف كيف حاله الطقس واحد اذا شتي ما رح تسقي مش معقول شوف قد ايه ذكيه الفكره اذا شتي ما رح تسقي اذا التربه لانه هي محطوطه بالتربه اذا التربه بعدها رطبه ما انا بحاجه لسقي كمان ما بتسقي لان اوقات التربه بتغش فادي يعني من فوق بتبين ناشفه انما بالكعب بيكون بعدها مرطبه مية بالمية مزبوط 100% كمان على طول بس نحط سبرينكلرز بالجنينه هالمرشات في على طول زوايا او محلات مش كل المحلات بيوصل عليها المي بسهوله هون هي فيها تكتشف وين المحلات اللي ما بيوصل عليها مي وتبعت عليها مي مشان هيك عم بقول لك فكره كثير ذكيه اذا بتشوفي هون محطوطه على روبوت هالروبوت عم بيقدر يعبي 4 كبايات مي بلا ما يكب ولا نقطه برات الكبايه شوفي قد ايه ذكي لانه عادي مش معقول ومهضومه اكزاكتلي عنده سنسرز وعنده كل هدول الامور اللي لازمته شوفي هون عم بيقدر يوصل للشجره اكزاكتلي للشتله اللي هي يمكن مش عم يوصل لها مي بلا ما يكب حواليها مي بطريقه مش بحاجه لها يعني السنسر قد ايه دقيق فادي وحتى قوه ضخ المي هي اكيد على هون عم نحكي ترمبة عم بتضخ مي بس الفكره اهم شيء انه بما انها هي كونكتد عنا وعم تقدر تعرف كل هدول الامور مشان هيك عم تقدر توفر بنسبه المي بالاخص نحن هلا هسه في ما بعرف اذا رح يكون شح في مي شوي رح يكون في شح اكيد ان شاء الله لا يعني ان شاء الله لا 100% بس لاحظتي هالسنه الثلج كان كثير قليل الشتاء كثير قليل فممكن يكون في عنا شو اسمها هالماشين دروبلت رح تهديني اياها اكيد قريبا انت عيدي مرة بس ما عليه هلا في عيد جهاد تكرمي هابي بيرثدي فادي نزلت بالاسواق ايه في منا عم نحكي تقريبا سعرها منه كثير غالي شيء $263 من 65 يعني عم نشوف انترنت اوكي ثرو ذا ويب سايت فينا نشتريها انما هون بعد ما في بالسوق اللبناني يمكن ما فينا بعتقد. أنا نروح نفتش بمحل زهور بمحل مواد زراعية ما بعتقد حدا عندي إياها بس أكيد لازم نسأل يمكن صار فيه هي فكرتها بس أنه فكرة ذكية رائعة exactly. لأنها connected على كل على التكنولوجي عم نحكي connected على تنعتبر كمبيوتر هالكمبيوتر هو اللي بيفتش
على الويب سايت ليقول لك حالة الطقس. هي بالمبدأ أمريكية نية الصناعة ورح تتوزع انترناشنالي، ما في اي مشكله. صديقه للبيئه من كل الجهات، يعني ان كان للمي وان كان للخضر. يعني عم نحكي انه هون اذا في محلات بالجنينه ما كانوا عم يزبطوا مزبوط، كمان عم بتساهم انه يكون تعرف وين ما عم يوصل المي وبتوصل المي. صح صح، وتوفير طاقه رح ينبسط فينا مارك بيروت 100%. لا رح نروح لخبرية تانية كتير كتير بعيدة. بتحب المطويات؟ يعني كنا نحبه نحن وجان. هلا اليوم يمكن تياب بيوحوا بالمطويات. هلا أنا رح أتوجه شوي لكل اللي بيحب المطو، بحب يسوق مطو، وأول شيء بدي أقوله ينتبهوا كتير. أكيد. لحتى ينتبهوا أكتر، في عندي خبرية من شركة دوكاتي. عملت مع شركة داينيزي اللي هي بتلبس الكل اللي بيسوقوا مطويات الأوتفيت كله كامل. عملوا جاكيت فيست فيها إيرباك، وهذا الإيرباك صار كتير مهم، لأنه أول أفكار طلعت عن الإيرباكس بالجاكيتات كانت أنه بس ينفصل إذا بدك هالدرايفر ينفصل عن الموتو تتفتح الأيرباك، يعني لازم يكون وقع أوريدي لتفتح. هون لا، هون إذا حتى هو بعده على الموتو، إذا عمل كراش، إذا ضرب، إذا وقع، إذا زحط، طالما هو كمان بعده على الموتو ما عنده أي مشكلة، عم يكون سيف لأنه عم يفتح الأيرباك لحتى يحميه، إن كان لإله وحتى إن كان الشخص اللي وراه. بس قديه مفيد انه يفتحها كتير الايرباج، يعني ما بيوصل لمحل بينزعج بالسواقة شوي فادي، او مش هالقد سريع يعني بينطر ليكون في عن جد خطر؟ لا لازم يكون exactly لازم يكون بسيتويشن مزبوط خطرة ليفتح، ما راح يفتح بسهولة لحاله. وليه هيدا بس لشركة دوكاتي؟ عملوا ديل بينهم؟ هني دوكاتي داينيزي كومبينيشن بين الشركتين لحتى طلعوا بهذه الفكره اسمها دي اير سيستم. انما طبعا كل ال هلا في كثير شركات عندها اياها، كل سائقي الدرجات الناريه رح يشتروها، يعني فيهم 100% بتمشي على غير المطويات حيالله مطو. اكيد اكيد اكيد، لانه هي جاكيت وهي للسلامه، ما خص ما خص المطو. بس الفكره انه حتى هون عم نشوف هوندا على جولد وينج كمان. صحيح، هن اوريدي كان عندهم فكره ايرباك، وكمان كله بيتطور بيتطور. قلت لك الفكره الاساسيه انه ما نطرنا لحتى يوقع او يطير عن الموتو الشخص ليفتح الايرباك، حتى اذا هو على الموتو وصار عنده الاكسيدنت في كمان يكون محمي. واكيد مع الكاسك بقى صار محمي 100% او 80%. صحيح. اذا فينا نقول صحيح. وهي كان فيها نوعين، نوع للسباقات ونوع لل مطويات العادي مش بالسبق. واهم شيء انه بالجاكيت صار في شيء اسمه بيحمي الرقبه وعظام الرقبه، يعني صار الراس محمي، الرقبه محميه، والصدر محمي، حتى نص الجسم يعني عم نحكي. فهون يعني الاماكن اللي فيها أكثر. طبعا الاماكن اللي فيها تاذي او تعمل ضرر دايم صارت محمية، إن كان الرأس أو إن كان سلسلة الظهر، الصدر، القفص الصدري، يعني كل هالمناطق اللي ممكن عن جد تأذي وقعتها وتسبب بعضل، يعني أكثر شيء بيكسر إجره. ماشي الحال هلأ فرقت. تفضل فادي. بس آخر خبرية رح نحكي شوي عن شركة سيتروين بوجو. طلعوا بفكرة جديدة، فكرة جديدة بتقرأ ملامح الشخص وبتعرف إذا هو كان معصب مش معصب، بسويقة مرتاح مش مرتاح، مبسوط مزعوج، كل هدول الأمور. وكرمال شو؟ هي هلأ أول شيء عم يجربوا يقروا ملامح الشخص لحتى يخففوا شوي من حوادث السير، لأنه عادة الواحد إذا كان معصب ما بيكون مركز كتير، بيقدر يعمل أكسيدن بكل سهولة، يعني بيقدر يكون بده شعرة ليعمل أكسيدن. فكل هدول إذا بدك ملامح الوجه، تعبير الوجه اللي بتقراها الكاميرا الموجودة بالسيارة، بتقدر تساعده بعدين لحتى تخفف من يمكن الحوادث بطريقة أنه فيها تحكي، فيها تريحه. صار معنا بسيكولوج بالسيارة، بنفهم من كلامك. فينا نقول إيه يعني لهون صار كتير. هلأ بعد من هون ترايلز، بعد ما صار في شيء
مضبوطة ركب بالسيارات، بس هي الفكرة هيدي الأساسية منها أنه أول شيء يقروا ملامح الوجه. فمنشان هيك رح نوقف، هو ما بقى نحمل أخبار اليوم، فينا نوقف. شكرا فادي لأخبار جديدة. طبعا مشاهدينا نحن وقفة قصيرة ومنتابع، إنما بدي أذكركم الساعة 10:30 قدام بساحة رياض الصلح، ما تنسوا.